مساء الخير على الجميع. أنا سعيد ولي الشرف بأكون أحد أفراد عائلة CRB. مع ترجي لعبت رابطة أبطال إفريقيا وأنا في هذا الفريق لأقدم كل ما لدي مثل ما فعلت في الترجي وسأقدم ما علي خلال الموسم الحالي. في العام الماضي حملت ألوان الترجي والآن أنا مستعد للعب في شباب الوزداد وأنا جد سعيد لأنه فريق جيد وواحد من أكبر الفرق حاليا في الجزائر وأنا جد سعيد بانضمام إليه. أعدكم أن أقدم أفضل ما لدي للدفاع عن الفريق وخاصة في مباريات رابطة أبطال إفريقيا.